الحيتان ايه بقى في الايام القادمه؟ والله المفروض انه خلاص الشمس دخلت في برج الحوت، تمام، فالشمس تديهم اشراقه وتديهم نشاط وطاقه حلوه قوي. عندهم كمان المريخ في منزل الحظ، فده يديهم حظ حلو جدا جدا، يعني ممكن يكون عندهم حظ حلو في الفلوس، كويس، في العلاقات العاطفيه والاجتماعيه، ففتره حلوه ما يضيعوهاش. بس هقول لهم ان هم معرضين شويه للحسد لغايه 12/3، فيحاولوا ان هم يعملوا في سريه وكتمان لغايه 12/3. ده بس دي فتره صغيره جدا، حبه صغيره. بس على فكره الحيتان عندهم بصيره، يعني بيقدروا يعرفوا الشخص اللي قدامهم عينه شرير. على فكره في ممكن يكون حد مثلا عينه غصب عنه شرير، يعني مش قاصد، ده مش قاصد، بس بيحسد. بس الحيتان بتقدر تركز في ده قوي، بتقدر تعرف قوي. ميتهم صافيه دايما، يقولوا الحيتان ميتهم صافيه. هم عندهم، انا بستغرب من البصيره، هم عندهم موهبه غريبه، يعني ان هو ممكن تبقي قاعده مع واحد من برج الحوت يقول لك على طول، تلاقيه بيرد على الحاجه اللي انت بتفكري فيها من غير ما تتكلمي. ده صحيح، بيعرف ازاي يخترق اللي قدامه ويعرف هو بيفكر في ايه. عندهم موهبه يعني غير طبيعيه. بس هو في عيب كده ومعرفش راجعيني فيه. الحيتان لم يعني بيستخبوا في المحاره، يعني لو حد زعلهم هم اللي مفروض، يعني هم اللي بيدخلوا نفسهم جوه المحاره بتاعتهم دي او يخرجوا نفسهم. وبعدين عندهم سنه ميل للاحباط جدا، هم حساسين محبطين، واحيانا بيبقوا محبطين. هم حساسين جدا، يعني ممكن حاجة صغيرة تأثر فيهم. يعني دايما التشبيه اللي بقوله على برج الحوت، بقول هم عاملين زي موج البحر، أوكي، يقرب منك قوي بسرعة زي الموجة، وبسرعة بسرعة يرجع تاني. ممكن يحصل منك أي حاجة صغيرة ما هو مش وانت مش واخدة بالك، بسرعة يبعد. تمام. بس بيكون دايما أسبابه حاجة ليها دعوة بالمشاعر، وهم حنينين قوي على فكره. صحيح، بس هم مش خياليين شويه، رومانسيين وخيالي. تحس انهم قاعدين في عالم تاني غير العالم اللي موجود، او هم خالقين لنفسهم عالم غير العالم الحقيقي. يعني والله شوفي، عشان هم عندهم انسانيه جامده جدا. يعني انا بشوف ان جواهم انسانيه وبيحسوا بكل بني ادم. صحيح. يعني جواهم حب للبشريه كلها على فكره. وده يمكن بشوف انه في تشابه شويه مع الدلو في النقطه دي، يعني بتجمعهم حب الانسانيه. هم جيران اصلهم. فدي النقطه اللي بتجمع دايما الدلو مع الحوت. الحوت بس عنده مشكله ان هو عايز يعيش في المدينه الفاضله، وعلى طول بيتقوقع لما بيلاقيش المثاليه اللي هو عاوزها. صحيح، بس دي يعني صعبه قوي، لانه الواقع بعيد عن المثاليه. وبعدين انا بشوف انه حتى من مشاهير الحوت هتلاقي يعني اقوى موسيقيين وملحنين وفنانين من برج الحوت، ويمكن شعراء وادباء. لسه هقول، يعني انا كتبت مثلا الاسبوع اللي فات عن فيكتور هوجو. فيكتور هوجو برج الحوت. الله. فشوفي رواياته، مثلا كاتب عن البؤساء، كتب عن احدب نوتردام. فاللي هو بيحس دايما بالضعف الانساني ويعبر عنه، يعني صحيح. اختار الفئه بتاعت مثلا واحد بيسرق علشان ياكل لقمه عيش، يعني سرق العيش وبنى الروايه كلها على جون فالجون اللي هو اللي بيسرق العيش، والوكوزات اللي بتخدم في البيوت، وهي طفله ضعيفه، يعني وهي طفله ضعيفه. فهو بيحس باي حد ضعيف. وبقول ان دايما دور الحوت في الحياه هو جاي عايز يدافع عن الناس اللي في ورطه. فهتلاقي منهم حتى يشتغلوا محاميين. صحيح. تلاقي منهم محاميين كتير، لانه هو دايما عايز يدافع عن الضعيف، عن المسكين، عن الانسانيه، عن اي حد في ورطه. يعني في كمان من مشاهير برج الحوت، افتكر بيرم التونسي، سيد درويش، محمد عبد الوهاب. بالظبط. طبعا من الاجيال اللي دلوقتي فنانه العظيمه يسرى، احمد السقا، حنان ترك، حلا الشيحه. يعني لا، في ناس ومحمد كتير. الموجي كمان برج الحوت، وايمان بحر درويش. لا يعني في حيتان كتيره يعني. جميل. طب احنا